يصافح ظله، هل هي مثلبة أو منقبة؟ أنا أصافح نفسي، يعني أنا متصالح مع نفسي. دكتور انت قبل شوي حكيت شاي، قبل شوي حكيت قاعد اعلاميين بينات علوم سياسيه نتبيع عليها الله يخليك. اذا انا متصالح مع نفسي، يعني ما عندي شيرز فيني، ما عندي انفصام بالشخصيه. اذا هم مدحوه، واذا كانوا يقصدون هذه الاضافه الثالثه، اذا كانوا يقصدون بانه السيد السوداني هو ظل للمالكي، بمعنى ان ظل المالكي قد امتد من 2014 الى اليوم، يعني المالكي دام ظله. غيابه اذا هي كلها ما محسوبه عندهم. غيابه هاي ضربت بيها غير موضوعات. فسرها فسروها غير ذلك. لا ما فسرها ولا داخل فسروها غير ذلك. جاب لك ثلاثة، واحدة قوى من اللوك، شو تفسر بعد؟ أستطيع بس لا والله والله أستطيع، بس إذا أردها راح يزعل من عند الدكتور، وأنا عزيز عليه.